ثلاث آيات في القرآن اللي يحرص عليها كل يوم باستمرار في الصباح هيرى عجبا في هداية أولادي، ويرى عجبا في سكينة أولادي. هذا أمر أقوله لحضراتكم هدية عظمى، ثلاث آيات في القرآن احرص كل يوم الصبح تقراهم. ثلاث آيات لو قريتهم والله ربنا هيغير حال ولادك قوي. أول آية اسمع معايا، هقولك الثلاث آيات ورا بعض، احفظهم وكررهم كل يوم الصبح. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. احرص على الآيات دي كل يوم الصبح باستمرار، وبعد شهر واحد هتلاقي تغير كبير جدا في حال أولادك.